في الحقيقة أن يقول في الآونة الأخيرة أن علم مصطلح الحديث والحديث عنه والبحث فيه أصبح أقل من يتقنه ويجيده، وكثر العزوف عن هذا العلم. ترى فضيلة الشيخ ما هي أسباب ذلك؟ وأنا ترى أنه تقصير من بعض العلماء في تخصيص بعض المجالس لهذا العلم ونشره وبثه في صدور طلبة العلم جميعا. والله علم أصول الحديث مصطلح علم عظيم وعلم مهم، لأنه يعني يعرف به صحة الحديث وضعفه، ويعرف فيه رجاله ومن يقبل منه ومن يعول على حديثه ومن لا يعول على حديثه. فهو في الحقيقة يعني هو أساس يعني علم الحديث، ولهذا يعني الحديث يعني يحتاج إلى معرفة روايته ودراية وهذا يعني علمه دراية، لأن معرفة رجاله ومعرفة يعني علومه ومعرفة فنونه ويعني تطبيقها إنما يعرف بدراسة هذا الفن والاشتغال به. وبحمد الله يعني يوجد يعني هذا الفن يعني ناس مشتغلون فيه ويدرس في الكليات، ولكن كما هو معلوم الذين يعنون به قليلون بالنسبة للعلماء الآخرين الذين يعني لا يهتمون به ولا يعتنون. ولكن بحمد الله يعني يوجد من يعتني به ويوجد يعني من يشتغل به، وهو في الحقيقة يعني من الأمور التي العلوم التي لا يستغنى عنها طالب العلم، لأنه هو الذي يتوصل به إلى معرفة الحديث. ولعل من الأسباب يعني كثرة المشاغل التي حصلت للناس في هذا الزمان وكثرة الصوارف التي شغلت الناس، يعني حتى صار الاشتغال يعني بالعلم يعني ليس كما كان الأمر من قبل لما كانت الصوارف غير موجودة، وكان طلاب العلم يعني يقبلون على العلم ويشتغلون به ويهتمون به، فكان تحصيلهم أكثر ونفعهم أكثر. ولهذا يعني اختلف حال الناس عما كان عليه الناس قبل، فالجد والاجتهاد في المتأخرين ليس كالذي حصل للمتقدمين. سابقكم الله فضيلة الشيخ، هناك من يرى أيضا أن الخدمة التي قدمت لكتب الصحاح والسنن والمسانيد أغنت كثيرا عن هذا الأمر وما قام من جهود بعض العلماء في ذلك. والله كما هو معلوم كما يقول كم ترك الآخر الأول الآخر، والمتأخرون لا يستغنون هم لا بد من أن يرجعوا إلى كتب المتقدمين وأن يستفيدوا منها وأن يعني يبرزوا ما فيها وأن يعني يجمعوا المسائل المختلفة وأن يعني يوثقوها وأن يعتنوا بها. فلا شك أن من يريد أن يشتغل في هذا العلم يجد مجالات واسعة. لا يقال أن ما فعله الأولون يعني لا يجعل الناس يعني يشتغلون، بل يشتغلون وعليهم أن يشتغلوا. وبحمد الله يعني كما هو معلوم يعني حصل يعني في الدراسات العليا يعني رسائل جامعية يعني تتعلق في منها ما يتعلق بالمصطلح ومنها ما يتعلق بالعلوم الأخرى، وفي ذلك يعني فوائد يعني عظيمة وجمع لشتات يعني مسائل متفرقة. معلوم الإنسان لا يأتي بشيء يعني يخالف ما كان عليه الناس من قبل، ولكن يستفيد من كلام المتقدمين ويجمع شتاته وينظمه ويرتبه ويقدمه للناس بحيث يتمكنوا من الاستفادة به على وجه منظم، تكون فائدة أكمل وأتم، لا سيما يعني ما صار أخيرا من العناية بالفهارس المختلفة للكتب المتنوعة التي كان يصل الإنسان إلى مقصوده بسهولة اليسر.
ويسر بخلاف ما كان الأمر عليه من قبل قبل أن توجد الفهارس، فإنه لا يتأتى ذلك إلا بمطالعة الكتاب حتى يصل الإنسان إلى بغيته. وأما الآن فإنه يستطيع أن يصل إلى بغيته بواسطة الفهارس بسهولة ويسر. أثابكم الله.